يمكن امبارح كلنا على السوشيال ميديا تابعنا وبعد غياب طويل حفلة الكينج محمد منير، الحفلة الغنائية القوية جدا في اسكندرية اللي الناس كلها اتكلمت عنها، لأنه يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي كانت بتتحدث عن الحفلة، وكان في تناول للفيديوهات وغناء محمد منير ويمكن كمان بكائه أثناء الغناء على المسرح وتفاعل الكبير اللي حصل من الجمهور مع ده، وكان كمان في مشاركة لفرقة بلاك تيما في الحفلة، غنوا ساعة تقريبا قبل ما يطلع الكينج محمد منير على المسرح، وبعد ما طلع الكينج محمد منير شاركوه كمان في الغنى. هنعرف كواليس ده تم ازاي وغنوا معاه ايه، متهيألي غنوا معاه اغنية علموني عيونك، هنعرف بالتفصيل من الفنان احمد بحر عضو فرقة بلاك تيما. مساء الخير يا احمد، وببارك لك على الحفلة ما شاء الله، يعني مكسرين الدنيا، ومشاركتكم للكينج محمد منير باغنية علموني عيونك اعتقد لو انا بقول صح. يعني مساء الخير الاول، يعني مرسي جدا على التقديمة الجميلة، وكل سنة وحضرتك بخير وانت بخير وكل المشاهدين. الاغنية اسمها علموني عيني كساف. انتوا اصلا بتغنوها؟ احنا بقالنا حوالي 3 4 سنين بنغنيها، يعني بنغني اغنية اسمها كل مرة بتاعتنا، ودي بعد كده بنكمل بيها. يعني طب ايه اللي حصل؟ انتوا ابتديتوا الحفلة في الاول؟ بدأنا غنينا حوالي ساعة إلا ربع مثلا، والحمد لله يعني الجمهور الملك محمد منير استقبلنا الحمد لله استقبال كويس، عشان هم عارفين ان احنا اصلا يعني احنا من عشاق منير. صحيح. احنا يعني من جمهور، وانا بعض الحفلات من وانا عندي 14 15 سنة، يعني يعني كنت بلف وراه يعني محافظات كتيرة وكل الأماكن. ازاي تم دعوتكم لوجودكم في الحفلة والغناء فيها؟ يعني ده كان عن طريق الشركة المنظمة وعمر، بس طبعا يعني بعد الرجوع للملك فطبعا هو يعني رحب جدا الحمد لله ان احنا نبقى موجودين نغني قبله، وده شرف كبير يعني واحساس احنا يعني انا عن نفسي مش قادر اوصفه ساعات. حسيت يعني بايه بقى لما طلب الكينج محمد منير انكم ترجعوا مره ثانيه للمسرح وتغنوا معاه؟ انا حقيقي كنت مخضوض، ما كنتش مصدق. احنا غنينا قبل كده يعني قبليه من حوالي 11 سنه، كان برضه في اسكندريه في نادي سموحه، بس المره دي كان لها طعم مختلف، لان احنا لما طلعنا وقفنا جنبه احنا حسينا يعني ان احنا ده ابونا والقدوه بالنسبه لنا والسند. فهو كان كمان قدمنا تقديمه حلوه قوي قوي، يعني ما نقدرش نحلم بيها، فده احساس يعني فوق العالي قوي يعني. فالحمد لله ان هو يعني قدمنا التقديمه دي، وهو كمان يعني بيحبنا الحمد لله. طيب انتوا حضرتوا مشهد بكاء الكينج محمد منير على المسرح، ويمكن المشهد ده اخذ مساحه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والجمهور اتفاعل معاه بشكل كبير جدا. ايوه هو كان وحش الجمهور هناك. هو منير اصلا بيتنفس الجمهور وبيحب المسرح والغنى، هو ده يعني هو علاجه يعني. فهو كان بيبص للجمهور وسعيد بالجمهور. حتى في كذا اغنيه ثانيه كان المزيكا كانت بتبقى شغاله وهو عمال يبص على الناس وسعيد بيهم قوي قوي. هو المشهد حتى الجمهور اتفاعل معاه بشكل حلو، ومنير عدها على طول. يعني دي مشاعر يعني حقيقيه من فنان حقيقي بيتنفس الجمهور يعني. فالحمد لله ان احنا عندنا فنان كبير بحجم الاستاذ محمد منير، لان هو اصلا ده بتاع الشعب، يعني ده مطرب الشعب. صحيح. ومطرب مصر وطعم مصر يعني. وكمان حتى انا شايفه ان هو من اهم المطربين اللي كانوا يعني الموجودين بقى لهم حوالي 40 سنه او 50 سنه، لان عنده جمهور بيحضر له في الحفله من سن 15 لغايه سن 50 و60. صحيح. ويمكن الناس ما تقدرش تفوت حفله للكينج، وكل محبي الفنان الكبير محمد منير يعني لازم تكون متواجده في حفلته، يعني ده شعب كبير قوي متواجد علشان يغني مع محمد منير ويتبسط مع يعني محمد منير. صعب هتلاقي يعني حتى مطرب، اي مطرب يعني في مصر هيبقى عنده كل الاعمار السنيه دي تبقى موجوده في الحفله. ممكن تلاقي ناس بتسمع اغاني في البيت،
بس يبقوا متواجدين في حفله بكل الاعمار السنيه دي. صحيح. انا ما حصلتش، ما شفتهاش يعني. صحيح، ما بنشوفوش غير في الحفلات الكبيره محمد يعني. بس حقيقي والله هو يستاهل المكانه اللي هو فيها دي، والله يديله الصحه يا رب ان شاء الله، ويفضل يمتعنا بصوت. طبعا يعني صوت فريد، صوت مصري فريد، ودايما يعني بنستمتع بهذه الاصوات، وبنتمنى نفضل نسمعها طول الوقت، لان دي هي دي القوه الناعمه المصريه اللي احنا بنتحدث طبعاً عنها طول الوقت، وقد ايه ده شيء مهم بالنسبه لنا وبيسعد الملايين. يعني يا رب ان شاء الله يفضل يسعدنا ويديله الصحه، وهو يعني معلمنا يعني، هو قدوتي عامه يعني في المزيكا، وهو ده اللي اتعلمت منه ازاي اختار كلام، وازاي افهم التوزيعات، ويعني اعرف شاعر كويس، ويعني اهتم بالمزيكا، واهتم بودان الناس عامه يعني، وان احنا نقدم لهم، واخلي بالي من التاريخ يعني، عشان التاريخ برضه مش هيرحم. فدي حاجة مهمة لازم برضو تفضل طول الوقت في دماغ المزيكاتي أو المطرب عامة. طب أحمد، سمعنا جزء من الأغنية اللي غنيتها مع الكينج محمد منير، علموني عينيك أسافر. أنا يعني هغني لك ماشي. علمونا عينيك أسافر، علمونا أفضل مهاجر، علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي، علمونا عشق صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي. دي اللي احنا غناها، الاغنيه دي معديه ال 40 سنه. لكن انتوا دايما بتحبوها ودايما بتغنوها وغنيتوها امبارح. دي بنغنيها على طول في الحفلات. الحقيقه ان احنا من جمهوركم وطبعا من جمهور الكينج محمد منير، وساعدنا بده جدا، حتى اللي ما حضرش الحفله استمتع بالاجواء اللي حصلت في الحفله على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حديث مستمر عن حفله الكينج محمد منير امس. ويعني الحقيقه يا رب دايما نفضل بنستمع لهذه الأصوات المصرية اللي ما بتتنسيش الحقيقة، وبتعيش على مدار التاريخ، وأغانيها كمان بتعيش على مدار التاريخ. أحمد بحر، عضو فرقة بلاك تيم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جدا، شكرا جدا، كل سنة وانتم بألف خير. وانت بألف خير.